أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن مملكة البحرين أضحت بالجهود التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى لتصبح محط أنظار العالم لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا سموه إلى أن إطلاق مملكة البحرين لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعتبر الأولى من نوعها على المستوى العالمي تأتي إيمانا من جلالة الملك المفدى بالمسؤولية الملقاة على عاتق مملكة البحرين في تهيئة الظروف وتعبيد الطريق أمام الشباب البحريني والعالمي من أجل المشاركة في وضع الأفكار الإبداعية والاحترافية التي تصل إلى تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي وجدت فيها مملكة البحرين طريقا للتقدم والرخاء العالمي. وأشار سموه بمناسبة إطلاق جائزة الملك حمد إن مملكة البحرين آمنت بأنه لا يمكن الحديث في يومنا هذا عن التنمية المستدامة في العالم من دون التطرق لدور الشباب الفاعل، ولا يمكنها أن تمضي قدما بمعزل عن الشباب الذين أظهروا طيلة العقود الماضية وقبل ذلك قدراتهم وإمكاناتهم في المساعدة على حل المشاكل التي تحيط بكوكبنا، ويمكن من خلالهم طرح أفكار جديدة غالبا ما تكون سباقة في تحديد الوصول إلى الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. وأضاف سموه لقد جاءت جائزة الملك حمد لتحث دول العالم والهيئات الحكومية والخاصة والقطاع الأهلي لتمكين الشباب ليكونوا الوسيلة الأمثل للوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى توحيد الجهود العالمية في بوتقة واحدة لتمكين الشباب أن تكون أساسها جائزة الملك حمد التي تحمل في طياتها أهدافا نبيلة تجاه الشباب ومستقبل العالم بأسره. ونوه سموه نحن نعلم على العلم اليقين بأن الشباب حول العالم أصبح المصدر الرئيسي للابتكار والأمل، وباتوا مستعدين لحمل مشاعل الحفاظ على العالم وتحقيق التنمية، ونعلم بمدى رغبة الشباب في الشراكة والتنمية، وليسوا فقط من المستفيدين منها بل أن يكونوا القدوة والقوة الدافعة للتنمية وقادتها. لذا طرحت مملكة البحرين هذه الجائزة الرائدة التي تحمل اسما غاليا لطالما سعى إلى الارتقاء بالشباب العالمي ومنحه الفرصة للمشاركة في جميع القرارات بما فيها الأهداف التنموية. في تفاعل دولي حثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المقررة حتى عام 2030 يتضامن العالم من خلال قادته لتمكين الشباب وتفعيل طاقاتهم، وإن مملكة البحرين بقادتها وشبابها من أول المشاركين في فعاليات الأمم المتحدة حول هذا الشأن لدعم الشباب على المستوى الوطني والعالمي، حيث أطلق في الأمم المتحدة في نيويورك مؤتمر شباب 2030 رفيع المستوى والذي يناقش دور الشباب في القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في عالم متغير بمشاركة مملكة البحرين ممثلة بوفدها المشارك رفيع المستوى والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة. إن تمكين الشباب من تمكين المجتمع ككل مما سينتج آثاراً إيجابية كبيرة، وأهمها تخليص مجتمعاتنا وأوطاننا من آفة التفكير السلبي، وللشباب طموحهم وآمالهم، ولكن القليل منهم قد وضع الخطط الناجحة نصب أعينهم لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، ولكن بإمكاننا نحن كحكومات ومؤسسات خاصة وأهلية وأيضا كأفراد من مساندتهم عبر توفير الإرشاد اللامشروط والفرص اللامتناهية. وأكد سعادة السيد هشام محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة أهمية دور الشباب والجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في هذا المجال لتحفيز إبداع الشباب وإطلاق فكره وتشجيعه بشتى السبل للتخلص من أي عوائق أو عوالق سلبية لضمان إنتاج فكر شبابي مبدع وحر على كافة الأصعدة. وخلال هذا المؤتمر رفيع المستوى ألهام تم الإعلان عن إطلاق جائزة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وتكمن غاية هذه الجائزة في تحفيز شتى أنواع المؤسسات والمنظمات لتوفير وإيجاد الآليات المناسبة لخلق الإبداع الشبابي حول العالم. ومن أجل تحفيز العقول المستنيرة الداعمة لفرص تمكين الشباب، فإنه يشرفني اليوم أن نعلن عن جائزة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كمبادرة مشتركة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة. وتستهدف جائزة الملك حمد الحكومات والمؤسسات الأهلية والشركات وحتى الأفراد ذوي الحس العالي من المسؤولية المجتمعية تجاه الشباب والعاملين على خلق فرص لتمكين الشباب من مختلف الدول والثقافات عبر سبل مبتكرة وفعالة. أعتقد أنها مبادرة جيدة من مملكة البحرين، فهي مبادرة لمساعدة الشباب ومشاركة الشباب في التنمية المستدامة هو عمل جيد للعالم، ونحن نثمن ما تقوم به مملكة البحرين. أنا هنا في الأمم المتحدة لسبع سنين أمثل برنامج التطور للأمم المتحدة ورئيس لجنة مجموعة 77، ولدي تعاون مع مملكة البحرين وأعرف مدى التزامهم واهتمامهم بالشباب. نفخر اليوم ونحن في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك أن نشهد ترشين جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فقد شاركت مملكة البحرين اليوم بوفد مشترك من وزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الخارجية في المنتدى الدولي للشباب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة. وقد اختير هذا المنتدى لترشين هذه الجائزة كون هذا المنتدى المنصة الرئيسية للشباب حول العالم، وقد تم ترشين الجائزة اليوم بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بحضور مبعوث الأمين العام للشباب. وتأتي هذه الجائزة وتأتي فكرة هذه الجائزة من إيمان جلالة الملك بأن الشباب هم رافد أساس في البناء والتنمية، وقد تلاقت هذه الرؤية مع اعتماد منظمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 17 لعام 2030. ضمن التحديات الجدية والحقيقية التي يواجهها العالم، تبقى مملكة البحرين في دورها الريادي سباقة بمبادراتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطوات تفعيلية على المستوى العالمي، ولعل أهم هذه الأهداف هو تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل وأجيال أفضل. نادين الحريري، تلفزيون مملكة البحرين، نيويورك. وللحديث أكثر عن جائزة جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، معنا عبر الهاتف من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر. سعادة الوزير، هذه الجائزة تأتي في إطار الجهود التي يقودها جلالة الملك لتمكين الشباب، هل لك أن توضح لنا الهدف والأهمية من هذه الجائزة؟ في البداية اسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة لأرفع أسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان لسيدي صاحب الجلالة الملك المفدى حفظ الله ورعاه على إطلاق هذه المبادرة الرائدة والأولى من نوعها على مستوى العالم. هي الأولى من نوعها لأنها انطلقت من مقر الأمم المتحدة وتوجهت للشباب في جميع أنحاء العالم على وجه الخصوص، وهي أيضا الأولى من نوعها لأنها ستكون أول جائزة ستساهم في تفعيل وتمكين دور الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستجعل الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وحتى الأفراد يوجهون جهودهم لدعم وتمكين الشباب وإشراكهم في تنمية دولهم. هدف هذه الجائزة هو إشراك أكثر من 1,800,000,000 شاب وشابة، وهذه الفئة التي يشكلون فئة الشباب من 10 إلى 24 عاما حول العالم في صياغة مستقبلهم. كذلك تهدف الجائزة إلى حث الحكومات والقطاع الخاص والقطاع الأهلي لتوفير البنية التحتية والبيئة المناسبة التي ستساهم في الارتقاء بالشباب، وتحثهم على أن يكون عنصرا فعالا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واللي من المؤكد أنها ستعود بالنفع على دول العالم أجمع. أهمية الجائزة في الواقع أكيد ستكون يعني منطلق لاحتواء طاقات الشباب
الجميع يعلم أن الشباب طاقة كبيرة في عملية التغيير، لذلك من الواجب توجيه هذه الطاقات الكبيرة من أجل بناء الأوطان. نعم. أيضا أهداف موضوع أهداف التنمية المستدامة لها أبعاد إيجابية على مستقبل العالم في العديد من المجالات، وبإذن الله بتكون مملكة البحرين صاحبة المبادرة في إشراك الشباب لتحقيق هذه الأهداف، وبينعكس بالإيجاب على العالم عندما نبدأ بقطف ثمار هذه الأهداف الإنمائية. نعم. بعد عام 2030. سعادة الوزير، وأنت الآن في مقر الأمم المتحدة، ما هي ردود الفعل التي لمستموها تجاه إعلان هذه الجائزة؟ في الواقع كانت ردود فعل إيجابية وكبيرة من المشاركين، سواء على مستوى كبار المسؤولين في الأمم المتحدة، ويمكن على رأسهم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومبعوث الأمين العام للشباب، بالإضافة أيضا ردود أفعال الوزراء، وزراء الشباب والرياضة من مختلف دول العالم، وأيضا الشباب المشارك والمختلف المنظمات والمؤسسات الأهلية. الجميع كان يثني على هذه المبادرة الملكية السامية، يعني يمكن كما علق الكثير من المسؤولين أن البحرين لها دور كبير وتعاون ملموس في جميع البرامج اللي تقدمها الأمم المتحدة وصاحبة مبادرات مستمرة. احنا ايضا في الواقع حرصنا على إقامة معرض مصاحب لفعاليات المنتدى. هذا المعرض حرصنا انه يعكس الإنجازات اللي تحققت في عهد سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى، والدور الكبير الذي تقوم به حكومتنا الموقرة حفظ الله ورعاهم، كما يعكس ايضا المعرض البرامج والمشاريع والفعاليات اللي يقدمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وهذه البرامج اللي تركز على دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات. وحقيقة شهدنا تفاعل كبير من قبل المشاركين لهذا المعرض، وأيضا شاركنا بمجموعة من الشباب والفتيات المتدربين في الورش عمل المنتدى، وكانوا بالفعل يعني كخلية نخل متوزعين في ورش العمل وأيضا بين الوفود المشاركة، ليعكسوا مدى التقدم والحضارة التي تعيش مملكة البحرين. نعم، سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة هشام بن محمد الجودر، شكرا جزيلا لك.